ربي ويرضى، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فمرحبا بكم أيها الأفاضل في هذا المجلس المبارك، وهو مجلس قراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلم. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة. الإنصات للعلم له أدلة متعددة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير علم على الإطلاق العلم بكتاب الله، وقد قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فخير إنصات إنصات لكتاب الله، وكذا إنصات لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنصات لكل ما فيه نفع. تفضل. الإنصات في نسخة الإنصات للعلماء، يكون هذا النسخة دائما فيها أخطاء. نسخة من؟ بيت السنة. ما نقول إنها جيدة، هي طبعة من أحسن النسخ، نسخة فتح الباري بطبعة دار الريان التي عليها تعليقات الشيخ قصي محب الدين والشيخ عبد العزيز بن باز. تفضل. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني اطلب من الناس الإنصات. فدخول السين على الفعل تعني الطلب، اطلب من الناس أن ينصتوا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاهد من قول النبي: استنصت الناس، وهذا في الأخبار المهمة وفي المجامع التي يعلوها اللغط كثيرا. فالحج كان في جمع كبير، والناس يتكلمون، منهم من يذكر الله، منهم يتكلم بغير ذكر الله. فضل من الناس أن ينصتوا ولو كانوا يتكلموا في أمر مهم أيضا، يعني إذا كانوا في ذكر لله لكن جاء ما هو أحوج الناس أحوج إليه في هذا المقام، يستنصتهم لنصيحة أعظم مما هم فيه، ولا شيء أعظم من ذكر الله، لكن هذا أيضا يدخل في التذكير، والله أعلم. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تفعلوا فعل الكفار. فالكفار يضرب بعضهم رقاب بعض ولا يبالون ولا يهتشون. فلا ترجعوا بعدي كفارا، أي تفعلوا كما يفعل الكفار، يضرب بعضهم رقاب بعض ولا يتحاشى. وليس المعنى أن القاتل كافر، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهم مسلمين. والله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل كبيرة من الكبائر، لكن ليست كفرا مخرجا من الملة. فقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي تفعلوا أفعال الكفار، يقتل بعضهم بعضا ولا يتحاشى بعضهم دماء البعض، والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هذا سفيان. الباب، يعني هذا التبويب أيضا له فقه. إذا سئلت سؤالا: من أعلم الناس في مكان ما،
لك أن تقول فيما أحسب أعلمهم فلان. وقد ورد حديث لكن في سنده ضعف: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لكن سنده ضعيف ولا تثبت منه إلا الفقرة الأخيرة، وهي قوله: لكل أمة أمين. لكن لا مانع إن نزلت بلدة مثلا قلت: من أعلم الناس في هذه البلدة حتى أسأله على التخصيص، تقول فيما أعسب أعلمهم فلان. هذا أمر سائغ وعليه أدلة كثيرة وأقوال السلف مشتهرة في ذلك. لكن العتب على من يقول عن نفسه، يسأل من أعلم أهل الأرض، قال أنا أعلم واحد في البلاد، أنا كذا، هذا المذموم. لكن إن سئلت على سبيل الإرشاد ليس على سبيل تزكية النفس الممقوت، وإذا كنت على سبيل التعريف جاز أيضا. قال ابن مسعود: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأن أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. تبلغه، فيقول عن نفسي هكذا. لكن المذموم سارد في الحديث أن موسى سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فهذا هو الذي عليه العتب الشديد. لكن كتعريف بدون تزكية نفس وثناء عليها جائز. قل من أعلم الناس بالطب في مدينة كذا، بطب الكبد، بطب الكلى، لا مانع أن تقول فيما أحسب فلان الفلان يعلمهم على سبيل الإرشاد. نعم تفضل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، وهو المسندي، تفضل. قال حدثنا عمرو، سفيان عن عمرو، هو سفيان بن عيينة، ويروي عن عمرو بن دينار، فهذا عرف بشيخه وتلميذه. فيقولون سفيان عن عمرو، وعمرو بن دينار، شعبة عن عمرو، وعمرو بن مرة، عبد الله بن وهب عن عمرو، وعمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث. ومعروف أيضا، قد يعرف الشخص بتلميذه، عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان هو ابن عيينة، سفيان عن وكيع وسفيان الثوري، وكيع عن سفيان وسفيان الثوري، ابن مهدي عن سفيان وسفيان الثوري، محمد بن كثير العبدي عن سفيان وسفيان الثوري. نعم تفضل. قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي، إن نوفا ليس نوفل، ليست هنا كلام، إن نوفا البكالي يزعم نوف أن اسم شخص، البكالي قبيلة من قبائل حمير، تفضل. يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. كلمة كذب أحيانا تطلق على الخطأ، وكلمة عدو الله يطلقونها ليس على أنه كافر ولا على أنه، إنما يطلقونها على الذي أخطأ خطأ فادحا. نعم. قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قام، لا ابن عباس يقول، قل لا، ما قاله نوف البكالي أو البكالي خطأ، ولكن يعني نوف يقول ليس موسى المذكور في قصة الخضر هو موسى بني إسرائيل النبي المعروف، لا ده موسى واحد ثاني، موسى واحد آخر. فقال لا، أخطأ نوف البكالي، إنما دل على الخطأ ما سيأتي. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، دليل على أنه إسرائيلي يخطب بني قبيلته بني إسرائيل. نعم. فسئل أي الناس أعلم، وسيأتي في الحديث أنت موسى، لما سلم موسى على الخضر فقال وأنا بأرضك السلام،
قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال أنا موسى بني إسرائيل، فهذا وجه الاستشهاد. نعم. قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا في أعلم. في الطرق الأخر خطبهم خطبة بليغة أبكاهم منها، أبكاهم من الخطبة، فيستحب انتقاء الألفاظ المؤثرة في الخطابة. قد قال تعالى فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي واصلا بالغا إلى القلب بإذن الله. نعم. فعتب الله عليه، سئل من أعلم الناس بعد الخطبة، تبعه رجل فسأل سؤالا من أعلم الناس، قال أنا، أي فعتب الله عليه. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان يجب أن يقول الله أعلم، أن لا يقول أنا أعلم، بل يقول الله أعلم. نعم. سبحان الله، ورب ضارة نافعة. هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال ظاهره سؤال يعني من وجهة نظر الرجل ليس له كبير قيمة، لكن أصبح فائدة لنا، سيق لنا هذا الخبر كله بما فيه من فوائد. أي نعم، تفضل. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له، ولم يكن مشهورا الخضر، لم يكن مشهورا. نعم، سبحان الله. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته، في رواية احمل حوتا مملحا في مكتل، وهذا الدلال على أنه كان ميت، السردين والحاجات المملحة يعني. فإذا فقدته فهو ثم، يعني المكان ثم يعني هناك، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا الآخرين هنالك إلى البحر. قال مطعن ثم أمين، مطعن في الملأ الأعلى، ثم يعني في الملأ الأعلى. نعم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، وحمل حوتا في مكتل. نعم. حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل. هذه توهم أن الاثنين قد ناما، والظاهر أن الذي نام موسى فقط، في الروايات الأخر الذي نام هو موسى، والآخر لعله نام نوما خفيفا واستيقظ، جمعا بين الروايات. فاتخذ سبيل، هنا إحياء الميت أيضا آية، إحياء الحوت الميت آية بإذن الله. نعم. فاتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ سبيله في البحر سربا، قال أمسك الله جرية الماء، يعني السفينة إذا هي تمخر الماء تشقه، بعد أن تمر الماء يلتئم بعضه على بعض، لا هذا ما حصل، هي تشق الماء لكن يبقى الحوت يشق الماء لكن يبقى أثر خط مسيره. نعم، يعني آية أخرى، يعني هما آيتان، آية الإحياء والقول يقذف بنفسه في البحر، والآية الأخرى آية الماء، مسك جرية الماء. نعم. وكان لموسى وفتاه عجبا. نعم. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال بقية موسى لفتاه ماشي، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. هذا الفتى هو يوشع ابن نون كما في الروايات الأخر، وفي الآية أو في الحديث ما استدل به بعض العلماء من أن التكليف على قدر المشق، فموسى والخضر لم يجد النصب التعب إلا بعد أن فارق مجمع البحرين، فاستدل بعض العلماء به على أن التكليف على قدر الجهد، على قدر الجهد. نعم. كحديث حذيفة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بخبر القوم، ما الشاهد منه؟ قال كنت أمشي كأنما أمشي في حمام، فلما انتهى من المهمة قال فشعرت بالبرد. وارد. قال ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به.
هذا الذي استدل به على ما ذكر. نعم. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قوله آتنا غدا أنا في إثبات وجبة الغداء. وجبة الصباح فيها من تصبح بسبع تمرات عجوة، ووجبة العشاء إذا أقيمت الصلاة فقرب العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. ما الفرق بين نبغي ونبغي؟ يعني نبغي نريد. نعم. نبغي على نصب. فهمتها إسماعيل حاجة شيء مستوى عالي. الحمد لله. تفضل يا إسماعيل. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب. مسجى مغطى، والضحى والليل إذا سجى، فالتسجية التغطية. أو لقد قال لقينا من سفرنا هذا نصبا. هل يجوز استعمال بعض ألفاظ القرآن الكريم كما استعملها بعض الأنبياء أو بعض الصالحين؟ يجوز. قالت عائشة: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وذكر علماء السير في ترجمة عروة بن الزبير أنه خرج مسافرا فدبت في رجله آفة فنشرت رجله دون أن يستعمل الخمر ولا المسكنات، ثم جاء الناس أرسالا يعزونه، فجاء واحد بعدما طال الأمد وقال جاء يعزيه، فقال عروة: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: أجل لماذا جئت؟ قال: جئت أعزيك في ولدك. قال: ما الذي أصاب ولدي؟ قال: سقط من جدار الآن فوقصته الدبة فمات. الأول قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. وفي الثانية قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تل الآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. فيه جواز بث الشكوى إذا لم يكن ذلك البث على سبيل التسخط. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قالت عائشة: ورأساه. قال النبي: بل أنا ورأساه. قال النبي: بل أنا ورأساه. نعم. لا تعارض. يجوز بث الشكوى إذا لم يكن فيها تسخط على أقدار الله سبحانه. إني أوعك كما يوعك رجلان. لا، الصحابي الذي يقول له إنك توعك كما يوعك رجلان يا رسول الله، ذلك بأن لك أجران. قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاد. تفضل. أو قال: تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر: وأن إذن تحية السلام للأنبياء كلهم، السلام عليكم، تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، يدخل فيها موسى وعيسى وكل الأنبياء. أول ما خلق الله آدم قال للملائكة، أو قال له لما خلق الله آدم: انطلق إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله. فهذه تحية آدم وتحية ذريته. ليس صباح الخير، مساء النور. واضح. فضل. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. أنت جبت الكلام ده منين؟ يعني السلام عليكم أنت جاي من بلاد مصر؟ أنا بأرضك السلام. السلام أتاكم من أي مكان؟ نعم. فقال: أنا موسى. فموسى كان معروف، زعصيته، فالبحر انفلق له. البحر انفلق له طبعا، تحدث الناس كلهم بانفلاق البحر لموسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. هذا الشاهد.
أنت موسى النبي المبعوث لبني إسرائيل؟ مفاجأة للخضر أيضا. اتفضل. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله، أدب في الطرح، حتى لم يعظم إليه نفسه التعظيم الشديد، قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت، فرد الفضل إلى الله ضمنا. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم. علل هذا بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وهذا تطيب للخاطر. أنت ليس لأنك جاهل، لا، لأن في أمور أنت ما تعرفها، ما تعرف حقيقتها، كيف تصبر وأنت لا تعرف الحقيقة؟ واستدل به على أن الشخص يكذب بما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. نعم. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. يعني علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، فالفضل لله. نعم. وأنت على علم علمك. هذا ليس بالاكتساب والممارسة، علم الخضر ليس بمذاكرة ولا، إنما بوحي. نعم. وأنت على علم علمكه لا أعلمه، تواضع أيضا ومعرفة مقادير الناس أيضا. تفضل. قال كله أدب يا أخو، كله أدب. تفضل. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قدم المشيئة. بعض العلماء المدققين يقولون إنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لكن ما قال ستجدني إن شاء الله لا أعصي لك أمر، فعصى الأمر ولكنه صبر، صبر لكن عصى، كذا يقولون، لكن المقامات لا تسلم لهم كاملة. تفضل. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة. نعم. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. خضر ماشي هناك دائما متجول في هذه الأماكن، والناس عارفينه، يعرفون الخضر، لما عرفوا جنحوا إليه. فإذا كنت في سيارة ومررت بشخص تعرفه، يستحب لك أدبا أن تحمله معك ما لم يشق عليك. نعم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. سبحان من يسوق هذا العصفور كي يعلم الخضر موسى أمرا ويعلمنا من ثم. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. بدأ موسى يراقب الحركة. نعم. فقال موسى قوم حملون بغير نول، يعني بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. يعني إذا كان القوم قالوا رفض يأخذوا الأجر من الخضر، لا يلزم من الخضر موسى يلحان، لازم تأخذ لازم تأخذ، لازم، لا، الفقه خلاص، جزاكم الله خير. فقه هيا فقه. تفضل. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت يعني المتضع عند موسى جزاء الإحسان الإحسان، قوم حملونا بغير نول تخرق السفينة، زي مثل واحد، وانت تخيل انت الان يا سامح واحد حملك على سيارة، انت واقف في الطريق تلتمس اي واحد يوصلك من هنا للمنصورة، جاء واحد بسيارة طيبة جديدة قال تفضل اركب، ركبت في الخلف وانت جبت على الكرسي الفخم السيارة الجديدة،
ومعك موس ومشطات تقطع وتاخذ سفينة تعبيه في الشنطة اعملها كورة. فطبعا أي واحد عاقل يعني استنكر عليه كده الصليع يقول لك انزل صح. ولو واحد جنبك صاحبك يقول لك يا سامح اللي انت بتعمله اقل ما يقول يعني. فانت جالس تخرف في الكرسي الفخم اللي اشتراك لشراء السيارة جديدة تقطع فيها في الكرسي وتاخذ سفنج في جيوبك وبعدين طب وبعدين سيستنكر الامر. فموسى وجد كده خضر خلع سفينة جايب الفأس ولا القدوم ونقر وخرق وشال اللوح يعني. فموسى معه يعني تفضل. فكانت الأولى من موسى نسيانا. الفقرة الثانية فاتت هي كذا فانطلق ستأتي. فانطلق فإذا ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبر لك مرة سيقال قال ألم أقل لك شديدة. نعم. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى في رواية فيها كلام شوية رواية أبي إسحاق السبيعي أنه دهده رأسه بين الحجرين. على أي حال هو قتلها الثانية مرجوحة شد الرقبة من الرأس زي الفرق قوي نزع الرأس من الجسم. ايه طبعا اللوح ممكن يتصلح لكن ما تتصلح ازاي. شوف ملصها ترجع خرجت الروح خلاص لازم نشتري. فقال موسى اقتلت نفسا زكيه بغير نفس قال الم اقل لك لقد انك لقد جئت شيئا نكرا. يقول بعض اهل العلم في هذه المساله يقول بعض اهل العلم في هذه المساله افسح لإخوانك كده معلش. يقول بعض العلماء في هذه المسألة يا فرحة أم هذا الغلام لما ولدته ويا فرحة أبيه لما رآه مولودا ذكرا لما رآه مولودا ذكرا ويا حزن أم هذا الغلام لما أتاه خبر القتل ابنك قتل ابنك قتل. حزنت حزنا شديدا عند القتل وفرحت فرحا شديدا عند الولادة وما تعلم أين الخير. هكذا يقول قتادة سبحان الله يا فرحة أم الولد لما وضعت ولدا مليحا جميلا ويا فرحة والده به والولد ترعرع وأصبح يجري في الشوارع ويقضي بعض الحوائج ويا حزنها لما أتاها خبر مقتل ولدها. من اللي قتله منه لله غير معروف واحد قتل ابنك ومشي كيف موقفها حزن على الولد ودعاء على القاتل ولا تدري أين الخير. تفضل. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد وهذا أوكد دليل على أن لفظة ألم أقل لك وهي أشد من الثانية مدرجة وهنا تبين من أدرجها ابن عيينة لعل الأخرى أدرجها الزهري. نعم بعض المفسرين. تفضل. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها دليل على أن الشخص إذا لم يعرف قدره لا يهتم به أحد إذا لم يعرف قدره لا يهتم به أحد. فموسى والخضر سبحان الله هذا كليم الله المصطفى على الناس كلهم بالرسالة والتكليم في زمانه وهذا الخضر عالم علم غزير لا يعلمه موسى ويمشي للناس لقمة يا ناس لقمة يا جماعة ما في واحد كل القرية ما في واحد أعطاهم لقمة عيش ما في واحد أعطاهما لقمة من الخبز أبوا يعني الإباء أشد الامتناع الإباء أشد الامتناع ما في واحد في القرية ناولهما لقمة
ولا تفضل عندنا ولا أي شيء، ما أدري من أهل هذه القرية. الحمد لله أنا مش بلدكم. الحمد لله. بلدكم حلوة؟ من قالنا كريم؟ كل واحد بالبلد كريم. نعم الحمد لله أنا كريم. فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. بإذن الله كذا أقام. موسى مراقب للحركة عليه الصلاة والسلام. فقال له موسى كلمة عفوية، يعني كنا أخذنا أجر من الناس البخلة دول. كنا يعني ماشي. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. سبحان الله، يقول علماء الملح في هذا الصدد، موسى عليه السلام انتقد الخضر في مسائل ثلاثة. مسألة أن الخضر خرق السفينة، ومسألة قتل النفس، ومسألة عدم أخذ الأجر على البناء. على البناء. وموسى وقع في الثلاثة قبله، ولكن الإنسان لا يتذكر. أمه رمته ووضعته في صندوق ورمته في البحر، وهذا أشد من خرق السفينة. أشد من خرق السفينة. طيب أنت عملت كده في ابنك، لماذا صنعت هذا في ابنك؟ ترميه في البحر إزاي؟ فهذا من جنس هذا. الثاني قتل النفس، أنت قتلت نفسا أيضا بغير نفس. الثالث بناء الجدار، أنت أيضا يا موسى جئت إلى بلاد مدين، ما في واحد قال لك اتفضل، ورحت تسقي للبنات بدون أجر. حصل ولا ما حصلش يا موسى؟ فتذكر أنك ممكن تكون عملت نفس الأفعال، ولكن مع زحمة الأحداث تنسى. نعم تفضل. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبيني. الرسول هنا أكمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهم. أخبار حلوة كلها في حب النبي للقصص، ولذلك فإن الصحابة نزل عليهم القرآن زمانا، نزل القرآن على النبي زمانا كما صدرك الحاكم بسنة صحيح، قال يا رسول الله لو قصصت علينا، نحب نسمع القصص. فنزلت السورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والقصص القرآني يشكل تقريبا ثلث القرآن، وهو مشوق وفيه العبر. فأنت ممكن تأخذ المعتقدات الصحيحة من القصص القرآني. يعني على سبيل المثال ممكن تأخذ أن البشر لا يعلمون الغيب من قصة سليمان مع الهدهد، أحط بما لم تحط به، أجئتك من سبأ بنبأ يقين، ومن كلام النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ومن قوله تعالى فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني أنت ممكن تأخذها من القصص القرآني. ما يلزم أنك تقرأ كتاب مثلا شيخ من المشايخ المشهورين في كتاب التوحيد، لا يلزم أن تقرأ كتاب مضمون. إذا كان الناس يختلفون عليه قل لا تحدثنا عن هذا الشيخ الذي به وبه، خذ القصص من كتاب الله. تفضل. نعم انتهى الحديث، فيه فوائد عظيمة، هنا فيه بعض الاختصار وتمام المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، تفسيرات الخضر لموسى في الذي صنع. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. فمن الفقه أن شخصا ما إذا كان يملك سيارة ميكروباص هي تساوي مليون، ولكن دخلها لا يكفي، يجوز أن يأخذ من الصدقات. فلاح عنده فدانين أرض دخلهما لا يكفي، ممكن يعطى من الزكوات ولا يؤمر ببيعهما، لأن الناس وصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. فيه من الفوائد اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت الأضرار علينا، إذا كان في مشاكل ابتلاءات ستمر بنا أو في أضرار لزاما أن نقع في ضرر، فنختار الأخف، نختار
أخف الضررين، قاعدة اختيار أخف الضررين، فخرق السفينة أولى من مصادرتها، وكذلك قتل الغلام أولى من تكفير والديه. فيه من الفوائد أن صلاح الأبوين ينفع الأبناء، وكان أبوهما صالحا. يختلف في الكنز، هل كنز مال أو كنز علم كما قال بعض أهل العلم. من أعظم الفوائد اختيار أخف الضررين، اختيار أخف الضررين. واحد جاءك يجري وأنت تعلم يقينا أنه مظلوم، وخلف واحد بالسكين يريد قتله، أدخلته البيت، جاءك يقول لك فلان عندك، أنت بين أمرين، إما أنك تكون كاذب وتقول ليس عندي، أو تكون صادق وتقول عندي، يدخل يذبحه. تختار يا عبد الرحمن؟ ليس عندي. هو عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فاختيار أخف الضررين مطلب، اختيار أخف الضررين مطلب، والله لا يحب الفساد. فأنت تنقذه وتنقذ الآخر، تنقذ الآخر من القتل، وتنقذ هذا من ضياع دنياه، يعني تنقذ هذا من الضرر في الآخرة، وتنقذ هذا من الضرر في الدنيا. فأنت كذبت لهما، كذبت للإثنين معا. فهذا مطلب عزيز. من أعظم ما يستفاد من القصة أن الله يعلم ونحن لا نعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا أجل ما يؤخذ من هذه القصة المباركة، أن الله يعلم ونحن لا نعلم، فضلا عن فوائد العلم، فضلا عن فوائد العلم والفقه في الدين والقصص وترقيق القلوب والتصبير على أقدار الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك يا شيخ عوض، ونفع الله بك. أخونا فضيل الشيخ عوض مسعد وفقه الله، له كتب نافعة، منها كتاب أهوال القيامة، وكتاب أحكام الجنائز في سؤال وجواب، وكتاب مسائل في العدد والإحداد. نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والحمد لله، النهج الطيب دائما يتمثل في قال الله قال رسوله. أبرك شيء، ابذل جهدا قليلا يعني أو كثيرا، لكن ركز على الكتاب والسنة. الذي يركز على الكتاب والسنة يحصل علما غزيرا في زمن قصير. والبركة من الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عبد الإسرائيليات الوحيدين ونزل عساس رضي الله عنه، نعم، في عشرات الفوائد. سمعنا درس آخر. تفضل يا شيخ.